هيجي وقت وهيجي زمن الناس كلها بتكره بعض. اقول لها يا ماما انت عارفه الكلام ده كله ايه منين؟ تقول لي امي كانت حافظه القران كله، وكانت قاريه سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت فاهمه ايه اللي هيحصل، وقاريه البدايه والنهايه، ففاهمه ايه اللي هيحصل. قالت لي هيجي زمن الناس كلها بتكره بعض والعياذ بالله. فاحنا دلوقتي الزمن ده اللي احنا عايشين فيه، القابض على دينه كالقابض على جمره من النار، اللي بيقبض على دينه وبيهتم بدينه سواء دين مسيحي يهودي مسلم كانه ماسك جمره في ايده، تخيل بقى. فقلت لي لما تلاقي حد كويس تمسكي بيه، وواحد على خلق او سواء واحده او واحده يعني، وناس محترمه تمسكي بيهم، اوعي تخسريهم. ليه؟ ان نادرا لما هتلاقي حد كويس. الله الله، ودي حقيقه. واحنا دلوقتي في زمن بقى صعب جدا يا ابتسام، يعني حقيقي الزمن بقى الناس كلها على ايه، وفي النهايه ايه، كلنا في صندوق كده وهندفن تحت التراب كلنا، مفيش حد هينجو. قولي لي حد نجي؟ كان نجي كل الانبياء، كان نجي سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليهم افضل الصلاه والسلام اجمعين يعني. فخلاص هي الدنيا ساعه اقضيها في طاعه والنفس طماعه. الله، كلام جميل جميل قوي. شفت بقى؟ الدنيا ساعه اقضيها في طاعه والنفس طماعه. يعني ممكن ايه، انت تكون مثلا حد اغواك قال لك راتشي تعالى بسرعه في مش عارفه ايه، وانت ممكن تكون قاعد بينك عايز تتامل في وجود خلق الله سبحانه وتعالى. انك انت تنظر لشجره ده تامل في خلق الله سبحانه وتعالى. انك تبص للسماء وهي صافيه، او في غيوم، او في حاجات بتحس بنزول المطر، دي في حد ذاتها متعه، انك انت بتتامل في خلق الله سبحانه وتعالى. صح. من اللي خلق الكون ده كله؟ الله ربنا سبحانه وتعالى، واحد لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. في ثانيه يقدر يقول الكون ينتهي. صح. وفي لحظه يقول الكون مستمر. كل حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى، احنا ما الا وسيله. طب ربنا سبحانه وتعالى ليه خلق الانسان؟ عشان يعمر هذا الكون. يعمره بايه؟ بالخير، بالاصلاح، بالاعمال الصالحه، بالاعمال الكويسه، بتخدم البشريه كلها. ما نقدرش نقول على واحد عمل الكهرباء وصنعها ده مش كويس، لا، ده احنا نحطه على راسنا ونشكره، نقول له شكرا شكرا. اللي اخترع الموبايل ده اي نعم الله يسامحه بوظ الدنيا بيه، ولكن وسيله اتصال، هل كان ممكن تصدق في يوم من الايام ان انت يبقى بجيبك موبايلين ثلاثه او خمس موبايلات او اربع موبايلات وتكلم العالم كله، وتقول انا اهو في لحظه بتكلم الكون كله، في امريكا، في لندن، في الصين، في مصر، في سوريا، في لبنان، في العراق، في تونس، في اي بلد، والتليفون في جيبك وانت بترد او بتتكلم، ده برضو بنشكره. ولكن التواصل الاجتماعي، النقطة اللي أنا عايز أوصلها، ده أسوأ شيء اتعمل في التاريخ. الله الله، والله يسامحوا اللي عمله. التواصل الاجتماعي يا إما يبقى تواصل محترم قوي ويفيدك، يا إما ملوش لازمة، كل واحد بيقعد يشتم التاني، كل واحد زعلان من التاني يفتح صفحة ويشتم، يلا اشتم وقول، ما بيحصلش ده؟ صح يحصل. صح.